شن تحالف غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في جبل جربان بمديرية سنحان في صنعاء. وعلى جبهة صعدة أكد مصدر بوزارة الدفاع اليمنية مصرع وإصابة 70 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم القيادي البارز أحمد حسين عثمان، وذلك في المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح بصعدة شمال اليمن. قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قال إن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيات في رازح.